مصريين بيقدروا يعدوا الأوقات الصعبة بالضحك والهزار والسخرية. وأجمل حاجة في الدنيا لما تكون متضايق تلاقي حد يطبطب عليك كده يقول لك روق دمك. عشان كده أنا بقول ألف مبروك لموقع روق دمك، أول موقع مصري ساخر. روق دمك بقى وخش برجلك اليمين. خالص تحياتي أسامة منير. ورجعنا لكم مره تانية في عسل ابيض وروق دمكم، ويعني زي ما شفنا ده برومو الموقع روق دمك. ده موقع ساخر جدا جديد، شعاره الرئيسي الابتسامه الضحكه، كمان طبعا المعلومه ورصد واقع المجتمع، وبيبقى بشكل كمان الحقيقه ساخر. روق دمك دي تجربه جديده لفنان الكاريكاتير المعروف هاني شمس. تفاصيل كتير، انا وانا قاعده بنتفرج على البرومو الحقيقه كان عندي اسئله كتير، بس قلت ايه اوفرها عشان انتوا كمان تعرفوها معانا. طبعا اهلا بيك، منورنا في عسل ابيض. اهلا بيك. روق دمك اسم حلو قوي على فكره، يعني روق دمك ده كان اسم باب كاريكاتير انا كنت برسمه. اوكي. ولما حبيت اعمل الموقع ويبقى موقع ساخر بالكامل، يعني كان قعدت فكرت في اسم لفتره كبيره جدا. وبعدين انا الحقيقه مراتي اقترحت عليا اسم روق دمك، لان ده فعلا الاسم بتاعي. ما هي طول ما البيت عماله تقول لك روق دمك روق، روق دمك روق، ده هدي اعصابك روق. يعني انت اخترت الاسم ده علشان هي اللي اختارته الحقيقه. هي اللي اختارته. تحيه كبيره جدا يعني لمرات الفنان هاني شمس، بجد تحيه كبيره جدا ليه. طيب هو روق دمك ايه الهدف منه؟ يعني عايز تقول ايه للناس؟ يعني روق دمك هدفه ان الناس تروق دمها. يعني هدفه ان الناس تبدا تحاول شويه تسحب نفسها من الضغوط ومن المشاكل، وتحاول تلاقي لنفسها وقت كده تحاول تبقى فيه لطيفه. الضغط الجامد جدا اللي موجود على الناس لازم يقابل هذا الضغط مساحات كده الناس تتسحب فيها، تحاول انها تعمل حاجه تانية علشان تقدر تكمل. طيب الكونتنت او المحتوى بقى اللي جوه الموقع ده ايه؟ محتوى الموقع هو يعني الموقع محتواه بالكامل محتوى ساخر، وهو احنا بنحاول في الموقع نقدم كل الفنون الصحفيه بس بشكل ساخر. يعني انت بتناقش يعني قضايا، مثلا قضايا اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه بشكل ساخر، ولا إيه؟ ولا انت مهتم بجزء مثلا معين اللي هي الحاجات الاجتماعيه بس؟ لا، هو الحاجات كلها مترابطه، يعني الحاجات الاجتماعيه، الحاجات السياسيه بتاثر على الحاجات الاجتماعيه، بتاثر على الناس، يعني الحاجات كلها في كلها مع بعض. بس احنا بنحاول نتعامل مع مساله بشكل بسيط شويه، مش بشكل فيه يعني ان الامور تبقى معقده يعني. وبنحاول ناخد الزاويه اللي يبقى فيها شويه الامور بسيطه وتبقى المساله خفيفه يعني على الناس. دي ام كلثوم الحقيقه انا لقيت بالصدفه اغنيه للسيده ام كلثوم، اعتقد انها في الاربعينات او ممكن تبقى قبل كده، اسمها ما تروق دمك. ده حقيقي. ودي كانت حاجه جميله جدا. ما تروق دمك مين هيهمك، اغنيه لطيفه جدا على فكره وكلماتها حلوه قوي. واحنا خدنا الفويس بتاع الاغنيه الصوت وعملنا عملنا بيه يعني برومو صغير كده، كمان موجود في البيج بتاعه الفيسبوك بتاعه الموقع. وبنحاول يعني من خلال الموقع ان احنا شويه ناخد الناس بعيد عن المشاكل والازمات. يعني لا، هو الموقع احنا بنشتغل فيه بقالنا فتره طويله جدا. بقالنا يعني من بعد رمضان على طول ابتدينا شغل، شهر 6-7 تقريبا. يعني ابتدينا شغل يعني، وبس من اسبوع بالظبط اطلقنا الموقع، بدا بشكل فعلي من اسبوع. طب والمتابعين او الفولورز قد ايه بقى؟ يعني في تجاوب ولا لسه؟ مش والله في تجاوب كبير جدا، يعني احنا الصفحه بتاعه الفيسبوك دلوقتي عليها حوالي اكتر من 70,000 فولور. طبعا ده حاجه هايله. ولا الناس بتتجاوب جدا على فكره مع المحتوى او الحاجات اللي دمها خفيف. والضغط الكبير على الناس
مخلي متابعتهم للحاجات الثقيله والسياسيه والحاجات دي قل شويه، وابتدت الناس تحاول تهتم بحاجات هو بسيطه. يعني بنشوف دلوقتي على الفيسبوك كمان تحديدا ان بيتعمل شير من 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 صفحات كتير، هل انت برضه هتارجت الموضوع ده او ده هدفك الناس تقعد تعمل شير تعمل عشان الصفحه يبقى فيها انتشار بشكل كبير؟ والله اكيد طبعا ده 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 هدف يعني، بس احنا الفكره ان احنا عندنا موقع رواقدمك.com. الموقع احنا بناخد من عليه الماده وبنشيرها على الصفحه. اوكي. يعني ده جزء بيعمله حد يعني مسؤول عن السوشيال ميديا يعني. فهي الصفحه احنا بناخد الماده بتاعت الموقع بنحطها على الصفحة يعني. طيب خليني أسألك عن فن الكاريكاتير، هل بيعتمد على الفكر قبل الرسمة ولا الرسم بيجي بعد كده الفكرة؟ لا طبعا الفكرة أكيد الأول. طبعا يعني الكاريكاتير لازم يبقى فيه فكرة، وبعدين الفكرة يبدأ الرسام يحاول يعبر عنها بالرسم. يعني الفكرة الأول بعدين بيجي الرسم. الرسم بيكمل الفكرة سواء كان ليها تعليق او ملهاش تعليق. يعني زي مثلا في الاغاني بنلاقي اللحن وبعد كده بيعمل الكلمات، وساعات بنلاقي كلمات وبعدين هم يعملوا عليه اللحن، يعني عارف اللي هو البيضه ولا الفرخه مين الاول. لا اعتقد انه مش يعني لا يعني اعتقد ان بيبقى فيه كلام الاول فتعمل عليها انت الرسم. الكلام بيبدا يتلحن. طيب يعني انا ايه انا مش مش فاهم زعلانين ليه فواتير الكهرباء مش غاليه ولا حاجه. ده احنا خالص مش غاليه خالص يا جماعه. من ضمن الابواب بتاعت الموقع ان احنا بنعرض الكاريكاتير المحلي وكاريكاتير عالمي وكاريكاتير حاجه اسمها جي اي اف او اللي هو أوكي. بيبقى متحرك. بنحاول ان احنا يبقى في مساحه كبيره للكاريكاتير وفي مساحه برضو كبيره للفيديو. اوكي. يعني من ضمن الابواب بتاعه الموقع. طيب ده احنا نحاول نرجع للي فات اللي هي بتاعه الجاكيت ب 505 ومش عارفه ايه. ده بمناسبه ال دي كنت بتناقش فكره غلاء الاسعار بالنسبه للهدوم صح؟ ده كان كاريكاتير بنناقش فيه فكره ده من ضمن الابواب بتاعه الموقع. برضو عايز اقول لحضرتك ان الموقع في ابواب برضو بتعتبر بالنسبه للناس حاجات خفيفه وتروق دمهم. قبل الخصم ب 600 جنيه بعد الخصم 599 و99 قرش وسامحني في القرش. بالظبط ده عن الحاجات الاوكازيونات والحاجات اللي هو بلاك فرايداي الوهميه يعني. يعني بتبقى حاجات بس دعائيه يعني. كنت بقول لحضرتك انه في ابواب برضو بتعتبر يعني خفيفه وبترفه عن الناس، زي مثلا تفسير الاحلام. يعني عملنا سيكشن كده لتفسير الاحلام، في ناس كتير بتحب المساله دي. وعملنا سيكشن تاني عن الابراج والحظ اليوم والحاجات دي. انا بضحك ليه؟ لان عاجبني جدا يا جماعه ده اسم الدواء وده اسم بنك ممكن يديكم قرض. طبعا الاسعار الادويه في الفتره الاخيره بقت صعبه جدا. هتقول لي انا على اسعار الادويه؟ هتقول لي انا دي رخيصه جدا على زيادات. لا زيادات بقت صعبه جدا يعني. ده حقيقي. طب هل انت بتجيلك الفكره من الاحداث اللي احنا بنمر بيها؟ يعني هل يعني زي مثلا اللبس الهدوم الشتوي مثلا، انا لقيت كم الكوميكس اللي نازله بطريقه مش طبيعيه وهي فعلا الاسعار فعلا غاليه مش هنكذب على نفسنا. طبعا يعني. طبعا غاليه جدا. فانت بتجيلك الفكره من الاحداث اللي حوالينا؟ اكيد لازم يكون لازم الفكره تكون من الاحداث او تكون ريليتد يعني المرتبطه بالاحداث. يعني او الحاجات اللي الناس بتتكلم فيها او اللي هتتكلم فيها يعني الحدث اللي هيبقى ترند وقت ما الرسمه تنزل. طبعا ده اكيد دي حاجة حلوة. ده لازم يحصل انه الرسام او فنان الكاريكاتير يبقى متوقع الحاجه اللي هتبقى مسار حديث الناس واللي هتبقى مهمه بالنسبه للناس في الفتره الجايه. يعني او اللي انت هتعمله ايه في الموقع بتاعك؟ والله دلوقتي احنا عملنا اخر حاجات كنا عملناها كانت على موضوع القدس.
وموضوع الترامب ويعني القصه دي برضو حاجه سياسيه. كنا عملنا يعني عملنا حاجه على الكاريكاتير العالمي اللي اتكلم في الموضوع عن ترامب. هي دي اللي معانا، احنا معاكم، احنا معاكم. لا ده كان كاريكاتير عن الموقف وقت الازمه بتاعت قطر. وطبعا الدنيا كانت مقسومه نصين. نص ضد اللي بتعمله قطر ومجموعه تانية مع اللي بتعمله قطر. يعني ايران وتركيا بتساند البلاد يعني يعني مصر والسعوديه والكويت فهو الفكره انه امريكا هي في النهايه هي شخص بيتعامل مع الكل وبيحاول ان هو يحقق مصلحته مع الطرفين. يعني هو ما فيش اي يعني هو مش منحاز لينا او مش منحاز للعرب يعني مش منحاز لحد، هو منحاز لمصلحته يعني. طيب ليه فن الكاريكاتير ما فيهوش ستات؟ مش لاقيه يعني، دايما بنشوف اي كاريكاتير او رسام بيبقى هو رسام، ما بنشوفش رسامه. لا على فكره في رسامات كتير في مصر هنا موجودين. في مصر في طبعا رسامات، يعني في ابرزهم يعني دعاء العدل رسامه معروفه جدا. بس ما بيبقوش اون سبوت يعني، انتوا كرجاله اهو بقى في الرجاله في الحته دي واخدين حقهم. بس هقول لك حاجه، ما هو في يعني مش في الكاريكاتير بس. امال ايه يعني لا يعني رجاله حلقه يا جماعه، الرجاله واخدين حقهم فعلا. انت اهو راجل وبيعترف بده. لا ما اقصدش، انا قصدي انه اشمعنى الكاريكاتير يعني. مثلا حتى عايز اقول لك انه حتى في الحاجات في ستات طبعا مش سموا كاريكاتير بس حتى في الحاجات اللي هي المفروض انه الستات هم اللي يبقوا متصدرين فيها فتلاقي الرجاله برضه مش يعني الطهي مثلا تلاقي ناس تعرف في الشيف شربيني وعلاء الشربيني يعني كل ده، وفي ستات طبعا بتعمل ده بس برضه هتلاقي ده وعندنا ناس كتير جدا بس على بس الشيف شربيني نمره واحد. طيب تعالى نشوف مع بعض اخر حاجه بقى وتعلق عليها ايه، ما تاخدش في بالك ايه. طبعا ده المدام بتذاكر الاولاد ولا حاجه. ده طبعا دي هتلاقي كل الشبشب الشبشب يا جماعه الشبشب الشهير. لا هو عايز اقول لحضرتك انه دلوقتي المذاكره في البيوت اي حد بيذاكر لاولاده فهي بتتحول الشبشب. الام المصريه ده الشهير طبعا ده اشهر شبشب في الوجود. لا الموضوع بيتحول لمعركه فعلا فظيعه جدا. وبدات الناس تتكلم على فكره انه يا جماعه يعني ما تخسروش ولادكم عشان خاطر الامتحانات والمسألة دي. فهي الحقيقة حاجة كل البيوت بيعانوا منها يعني. ده حقيقي، احنا كلنا بنعاني من الموضوع ده. قول لي بقى آخر حاجة، في جديد اليومين الجايين ناوي تقدمه ولا إيه؟ يعني الفترة الجاية إن شاء الله هنحاول نعمل يعني مجموعة كبيرة من الفيديوهات. بنحاول دلوقتي الحاجة الجديدة كمان اللي هنقدمها إنه في المؤرخ أحمد كمالي. اللي هو مؤسس مجلة أيام مصرية هيبدأ يعمل احنا عندنا باب اسمه التراث الساخر. فهو الفترة الجاية هو هيبدأ يقدمه بشكل كبير جدا جدا. في مجموعة ناس كتير كتاب هيبدأوا يكتبوا في الموقع. بالتوفيق ويعني انا اتمنى ان كل الناس تدخل على روق دمك دوت كوم. يا جماعة اعملوا شير اسمها روق ايه؟ روق دمك دوت كوم. لا روق دمك دي ما تتنسيش يعني. طبعا احنا محتاجين احنا فعلا نروق ده هدف الناس كلها نفسها توصل له يعني. روقوا دمك يا جماعة. روقوا دمك. يعني اتمنى كل الناس تدخل على روق دمك وتبعت لنا تقول لنا ايه رأيهم. ولو في طبعا لو في اي افكار او اي اقتراحات انا هدخل لك ابعت لك، عندي حبة افكار كده يعني. يا ريت ارجوك تستعين بخبراتي لو سمحت. يا ريت والله ده يشرف. ربنا يخليك. بشكرك شكرا جزيلا رسام الكاريكاتير المعروف هاني شمس ومؤسس موقع روق دمك وروق دمك. اشكرك جدا شكرا. بشكرك. طيب لسه مكملين مع حضراتكم، هنطلع لفاصل صغير جدا بعد الفاصل، حوار فني مع الفنان والممثل ابراهيم ظريف. استنونا بعد الفاصل.